مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلو جداً، سهلة وسريعة وكتير طيبة روعة، ما بتاخد معنا وقت بالتحضير بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، أول شي عنا هيدا الكيك اللي منحطه بترايفول أو أي كيك متوفر عنا، هيدا الكيك بتلاقوه بالسوبر ماركت، وعندي هون عصير تفاح بدنا نحطهم بالصينية. كمان بحط عليهم عصير تفاح، بحطهم على جنب لأعمل الكريمة أنا وياكم. عندي هون 150 ملي حليب بارد، بحط فوق ملعقة طعام مربى فريز، بنحط ظرف كريمة وبخفقهم مع بعض على سرعة عالية. انتهينا من الخفق، بعد ما خفقت الكريمة والمربى هلا بحطهم فوق الكيك. حلو كتير بسيطة. بعد ما حطت الكريمة بهيدا الشكل هلا بحطها بالبراد اقل شي ساعة لتجمد الكريمة عنا منيح. هيدا الحلو بعد ما جمدت منيح بالبراد. عنا هون صوص الشوكولا، رح حط الرابط بالفيديو اخر الفيديو، بحط على الوجه بوزعهم. بس حطيت الشوكولا على الوجه هلا كمان برجع بحطها بالبراد اقل شي نص ساعة ليجمد عنا الشوكولا. هيدي الحلوة بعد ما حطيناها نص ساعة بالبراد. هلا بدي زينها انا وياكم، رح حط شوكليت شيبس لون ابيض، كمان حط على شوكولا. هيدي الحلوة اللي عملتها انا وياكم، بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.